لم أرغب في إخبارك بهذا، لكن النقود ليست مصنوعة من الورق، مما يثبت أيضا أن الأموال لا تنمو على فروع الأشجار. أغلب الأوراق النقدية مصنوعة من 25% من الكتان و 75% من القطن، لذا تتميز بهذا الشكل والملمس الفريد. في القرن 19 صنعت الأوراق النقدية من ورق البرشمان، مما جعل تزويرها سهلا بعكس الوضع الآن. يزيد ارتفاع برج إيفل حوالي 15 سنتيمتر في الصيف. إذا سخنت مادة ما تبدأ جزيئاتها في الحركة بنشاط أكبر وفي مساحة أكبر، وهذا ما يطلق عليه التمدد الحراري، وعندما تنخفض درجة الحرارة تنكمش المادة مرة أخرى. تبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحا في الغازات، لكن يمكنك أيضا ملاحظتها في السوائل والمواد الصلبة مثل الحديد. لهذا يبني الناس المنشآت الضخمة مثل الجسور باستخدام فواصل التمدد، إذ تسمح للمبنى بمساحة للتمدد والانكماش دون أن تحدث هذه التغييرات أي ضرر. رائع، لدي بنطال يفعل الشيء نفسه، يمكن للعسل أن يعيش لآلاف السنوات دون أن يفسد. يحط النحل على الأزهار ليجمع الرحيق السكري، ثم ينقله إلى خليته وإلى غيره من النحلات الشغالات. يقلل هذا النحل من نسبة المياه في الرحيق عن طريق شرب السائل واجترائه مرة تلو الأخرى. العسل بمثابة تقيؤ النحل، تفكك إنزيمات خاصة في معدة النحل الجلوكوز في الرحيق ليصبح أكثر حمضية. يضع النحل هذا الرحيق في قرص العسل ويبدأ في تهويته بأجنحته حتى يتبخر الماء بسرعة أكبر. في النهاية يصبح العسل عالي الحموضة ولا يحوي إلا نسبة ضئيلة من المياه، مما يحميه من التلف. لا يمكن للبكتيريا التي تسبب فساد بقية أنواع الطعام الحياة في مثل هذه الظروف. في الماضي لم يكن البشر يضعون المراتب على سطح أعلى من الأرض. بدأت هذه العادة في مصر القديمة وانتقلت إلى غيرها من الثقافات الأخرى. أدرك الناس أن الجو أكثر برودة على الأرضية، وأن بإمكانهم تدفئة أسرتهم بشكل أسهل لو كانت أعلى من الأرض. كانت المنازل في الماضي أكثر عرضة للهواء، كان الهواء البارد يدخل من تحت الأبواب ولم تكن هناك تدفئة مركزية، لذا كان على الناس العثور على طرق أخرى للحصول على الدفء. يميل الهواء الساخن إلى الارتفاع إلى الأعلى، وإذا كنت في مكان أعلى لن تشعر بالبرودة نفسها التي ستشعر بها على الأرض. بهذه الطريقة أيضا استطاع الناس إبقاء أسرتهم أنظف بسهولة. في المنازل البسيطة كانت الأرضيات أكثر اتساخا مقارنة بمنازلنا الآن، وعادة ما انتقل هذا الغبار إلى الأسرة. بالحديث عن الأوساخ، هل تعتقد أن البشر نظيفون ومهندمون بطبيعتهم؟ حتى أسلافنا الذين عاشوا منذ آلاف السنوات استخدموا المراحيض وكانوا يمشطون شعورهم بالأمشاط، وكانوا يعتنون بنظافة ملابسهم وأنفسهم. السبب في حاجتنا الطبيعية للنظافة هو شعورنا بالتقزز. هذه هي الآلية التي تساعد أجسامنا على أن تظل آمنة وتحميها من الكثير من أنواع العدوى. لهذا نشعر بالحساسية من بعض الأشياء والروائح، لكن لا يزال لدينا بعض العادات السيئة، مثل تناول المسليات فوق لوحة المفاتيح. مقزز، لا أفعل ذلك أبدا بالطبع. لكن هناك حيوانات أكثر نظافة منا نحن البشر، مثل الأفعى المجلجلة التي تحب تنظيف المنطقة المحيطة بها، بل تستخدم بعضها رقبتها المليئة بالعضلات ورأسها مثلث الشكل لكنس الحشائش بعيدا عندما تريد الصيد. تحب الكثير من الحيوانات إخلاء طريقها عندما تحاول صيد وجبتها القادمة، كما تفعل الزواحف أيضا. عند وجود نباتات أقل فهذا يزيد من فرصتها في اصطياد الطعام. تفضل الطيور المغردة أيضا إبقاء عشها مرتبا وتتخلص من الطعام غير المأكول وقشر البيض وغيرها من المخلفات. بهذه الطريقة تبدو أعشاشها أيضا أقل وضوحا لأعدائها. أما في الفضاء يبدو الظل أكثر قتامة في القمر عما هو عليه في كوكبنا، وهذا لأن الغلاف الجوي للأرض ينثر أشعة الشمس بشكل أكبر. هل تسألت من قبل لماذا تحتوي رقائق البطاطا اللذيذة على أخاديد؟ تخيل أنك جالس مع أصدقائك تشاهدون فيلما وتستمتعون بتناول الرقائق المقرمجة. هل كنت لتفضل غمس الرقائق المخططة أم الرقائق المسطحة؟ الرقائق المسطحة لن تتمكن من تحمل وزن الصلصة وقد تنكسر لتلطخ الصلصة قميصك الأبيض. إذن تفوز الرقائق المخططة، كما يكون الشعور الذي تولده الرقائق ذات الأخاديد في الفم أفضل أيضا. رقائق البطاطا لها نكهات زيتية بارزة تقلل من الإحساس بمذاق البطاطا الأصلي، وربما يغطي الزيت أصابعك أيضا، فأين المتعة في ذلك؟ إذن أخبرنا، ماذا تفضل، رقائق البطاطا بأخاديد أم المسطحة؟ الرموز الشريطية جعلت حياتنا أسهل بكثير، لكن هل تعرف كيف تعمل؟
خطوط الحمار الوحشي هي السر هنا. تقرأ الرموز الشريطية باستخدام جهاز مسح ضوئي. يطلق جهاز المسح الضوئي أشعة ليزر ترصد النمط وتقرأ الرمز الشريطي. يمتص الرمز الشريطي بعض الضوء ويعكس بعضه الآخر. بإمكان جهاز الحاسوب الإحساس بتلك النقاط والخطوط والأرقام على الرمز الشريطي. تخيل الخطوط السوداء والبيضاء على أنها أصفار وأحاد. الأسود يمتص الضوء والأبيض يعكس الضوء. تنطبق هذه القاعدة هنا. الأجزاء السوداء هي الآحاد والأجزاء البيضاء التي تعكس الضوء هي الأصفار، غير أن جهاز المسح يرصد الأقسام البيضاء بخلاف السوداء. يذكرنا ورق المفكرة اللاصق الصغير دائما بالأمور المهمة، مثل موعد زيارة الطبيب أو اجتماع محدد سلفا. احرص على تعليقها على الجدار بإحكام. لقد كنا نستخدم الورق اللاصق الصغير بشكل خاطئ طوال الوقت. ليس من المفترض أن تنزع الورقة من أسفل لأن ذلك يؤدي إلى تقوس الورقة، وبالتالي لن تصمد الورقة على السطح طويلا. انزع الورقة من الجانب وسوف تلتصق بقوة أكبر. جميل ومثل السحاب. الطعام الفريد غزل البنات، لا يمكن لأحد مقاومته لا سيما الصغار. كثير من السكر مضر بالأسنان، ربما سمع الجميع هذه العبارة من أطباء الأسنان، لكن المفاجأة هي أن مبتكر غزل البنات طبيب أسنان. ابتكرت هذه الحلوى على يد كل من جون سي وارتن صانع الحلوى وطبيب الأسنان ويليام موريسون سنة 1895. كان اسمها في البداية غزل الجنيات، وهو اسم جيد بالمناسبة، وقد نجحا في بيع آلاف العيدان من غزل البنات في معرض لويزيانا الدولي عام 1904، وما زالت هذه الحلوى منتشرة إلى اليوم في المتنزهات الترفيهية حول العالم، وما زال أطباء الأسنان يعالجون تسوس الأسنان. بعض الأشياء لا تتغير أبدا. هل تحب المصاصات؟ لكن لماذا توجد بها تلك الفتحتان الصغيرتان؟ يمكن استخدامهما كصفارة بكل سهولة، لكن الغرض الأول منهما هو تثبيت الحلوى في مكانها. يتم غمس العصا في شراب سائل فيتدفق إلى الفتحات ويتصلب ويحيط العصا بإحكام. تعد الثلاجة من الابتكارات التي غيرت حياة البشر، لكن لا يعرف الجميع القصة المظلمة لبابها. صدر قانون سلامة الثلاجات في أغسطس 1956 لمنع الصغار من حبس أنفسهم داخل الثلاجات المنزلية. كانت الثلاجات سابقا مزودة بمزلاج خارجي يغلق أبوابها عند عدم استخدامها ولا يمكن فتحها إلا من الخارج. يمكنك الاسترخاء. بعد دخول هذا التشريع حيز التنفيذ، بدأ تصنيع الثلاجات المنزلية لتفتح من الداخل أيضا. ننتقل من المطبخ إلى الحمام. أصبح من المألوف لدينا استخدام المرحاض مع تصفح إنستغرام أو ما شابه، لكن هل تعلم أن عدد الأشخاص في العالم الذين يمتلكون هواتف يفوق عدد من تتوفر لديهم؟ ظل قاتم للغاية حتى أنك لن ترى أمامك، كذلك ستلاحظ آثار أقدام حديثة على سطح القمر. لم يصعد البشر إلى القمر منذ عدة عقود، لكن آثار أقدامهم تبدو كأنهم تركوها بالأمس. إذ لا يوجد ماء على القمر، لا يمكن لشيء أن يزيل آثار الأقدام هذا، لذا من الممكن أن تبقى عليه كما هي لملايين السنوات. لذا انتبه لخطواتك. حسناً، يحوي لب الأرض ما يكفي من الذهب ليغطي الكوكب بأكمله، وإذا حدث هذا سيصل ارتفاع الذهب إلى ركبتيك. على مدار آلاف السنوات استخرج البشر الذهب والبلاتين وغيرها من المعادن النفيسة من تحت قشرة الأرض، لهذا ربما استنفدوا بعض المعادن في بعض المناطق، لكن لا تزال الأرض تحوي مخزونا هائلا منها خاصة إذا اقتربت من اللب. والسبب هو النيازك الكثيرة التي اصطدمت بكوكبنا خلال تكونه. احتوت تلك النيازك على الكثير من المعادن المختلفة بما في ذلك الذهب. عندها كانت الأرض لا تزال في حالتها المنصهرة، لهذا غاص الذهب وغيره من العناصر الثقيلة إلى اللب. كما يحبس وشاح السيليكات الذي يعلو اللب بالفعل كميات هائلة من الذهب وبعض المعادن الأخرى. لسوء الحظ يظل معظمها بعيد المنال إلى حد ما، فنحن نتحدث عن 2900 كيلومتر تحت سطح الأرض، ودرجات حرارة تصل إلى آلاف الدرجات، أي حارة جدا جدا. إذا نويت الذهاب إلى الفضاء بالتأكيد أول ما قد تفكر فيه هو بدلتك، لكن هل تعلم أن بإمكانك البقاء على قيد الحياة في الفضاء حتى لو لم تكن ترتدي أي حماية؟ حسنا لا تبتهج، لن تستمر أكثر من 15 ثانية، وهذه هي المدة التي تستغرقها لفقدان الوعي نظرا لتوقف ضخ الأكسجين إلى مخك. عام 1965 أفرغ أحد الفنيين ضغط بدلته عن طريق الخطأ داخل حجرة فراغية،
ففقد وعيه بعد 12 إلى 15 ثانية، ولحسن الحظ بعد 27 ثانية أعيد الضغط إلى بدلته. قال الفني لاحقا إن الرطوبة على لسانه بدأت في الغليان، كذلك فقد حاسة التذوق ولم تعد إليه إلا بعد 4 أيام من الحادث. لا يمكنك حبس أنفاسك في الفضاء أيضا، لذلك لن تنقذك هذه الطريقة. ستتمزق رئتيك عند نقطة ما لأن الهواء بالداخل سوف يتمدد. سيبدأ الأكسجين في أجزاء جسمك الأخرى في التمدد كذلك، أي أن جسدك سينتفخ كالبالون إلى ضعف حجمه الطبيعي، مثل عم دادلي دارسلي في أفلام هاري بوتر. ليس بالضبط، لن تنفجر بفضل جلدك المرن، بل سيواصل احتواء جسمك، وستبدأ السوائل في جسمك بالتبخر بسرعة كبيرة جدا. ألا يبدو هذا لطيفا؟ كلا، المحيط له لون أزرق مميز بفضل ضوء الشمس. عندما تشرق الشمس يمتص الماء الموجات البرتقالية والحمراء ذات الأطوال الموجية الطويلة، ويعكس موجات ضوء زرقاء أقصر طولا. هذا ممكن فقط عندما يكون هناك كمية كبيرة من الماء، لذا كلما زادت كمية الماء في مكان ما كانت أكثر زرقاء، لذلك لا يبدو الماء الذي تصبه في كأسك بلون المحيط المذهل. تؤدي المحيطات الكثير من الوظائف المهمة، مثل إنتاج 50 إلى 80% من كل الأكسجين في كوكبنا، أي أنها مسؤولة عن حياتنا. كذلك تساعد في اتصالنا بالإنترنت، لذا عندما تضحك على مقطع طريف لكلب أو تشاهد مسلسلك المفضل، عليك شكر المحيطات على ذلك. أغلب الكابلات التي تشغل الإنترنت موجودة تحت الماء، وهي التي تسمح للبشر في جميع أنحاء العالم باستخدام الإنترنت. يطلق عليها كابلات الاتصالات البحرية، وهي عبارة عن كيلومترات لا تنتهي من الكابلات التي تمر عبر أعماق وفقا لتقرير الأمم المتحدة، لا يحظى مليارات من الناس بإمكانية الوصول إلى المراحيض، لا سيما في مناطق جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. يفوق عدد من يمتلكون هواتف محمولة عدد من لديهم مراحيض وأنظمة صرف صحية ملائمة. كما وجد العلماء أن البكتيريا على الهواتف المحمولة أكثر من الموجودة على معظم المراحيض بأكثر من 10 أضعاف، لذا ربما ترغب في تطهير هاتفك بعد مشاهدة هذا الفيديو. هل تستخدم تطبيق فيس تايم أو سكايب للتحدث إلى آخرين حول العالم؟ قد يكون لأغراض الدردشة أو اجتماع عمل أو أي شيء آخر، لكن ما قصة ظهور تقنية كاميرا الإنترنت والدافع الحقيقي من ورائها؟ في عام 1993 ابتكر باحثون في قسم علوم الحاسوب بجامعة كامبريدج نظاما لرؤية إن كان إبريق قهوة فارغا أم لا. أجل، ما سمعته صحيح، كان العلماء يشربون القهوة لتنشيط عقولهم كما يفعل الكثيرون منا، وكان الواحد منهم يقوم عن مقعده ويخطو حتى إبريق القهوة ليجده في كثير من الأحيان فارغا. وبدلا من أن يبادر هذا الشخص إلى تحضير قهوة جديدة وينتهي الأمر، أصر هو وزملاؤه على ابتكار نظام تصويري خاص يبث صورا للغرفة التي يوجد بها إبريق القهوة. في البداية كان النظام يلتقط 3 صور في الدقيقة، وذلك أكثر من كاف لمعرفة ما إذا كان بالإبريق بقية قهوة أم لا. وهكذا بفضل كسل بعض العلماء الذين لا يفضلون النهوض عن مقاعدهم، ها نحن أولى نستفيد جميعا الآن من باكورة أفكارهم الكسولة. هل تشتري البيض الأبيض أم الأحمر؟ ما الفارق بينهما عدا اللون، لا سيما وأن البيض الأحمر أعلى سعرا؟ هل من سبب وجيه لذلك؟ لا أبدا، لون قشرة البيض لا يؤثر على العناصر الغذائية أو الجودة، كلاهما صحي ومفيد. يأتي البيض الأحمر بسعر أعلى لأن الدجاج الذي يبيضه يحتاج إلى تغذية أكثر، فتكون تربية هذا النوع من الدجاج أعلى تكلفة من دجاج البيض الأبيض، ويتحمل المستهلك النهائي الفارق بالضرورة. توجد فتحة في مقبض بعض أواني ومقالي المطبخ، غالبا ما نستخدم هذه الفتحة لتعليق أواني المطبخ بشكل عمودي على باب خزانة المطبخ، لكن لها استخدام آخر. تخيل تحضير العديد من الأطباق لوليمة عائلية كبيرة وطاولة المطبخ مليئة بالأشياء، مما يجعل من العثور على مكان لوضع ملعقة تقليب الصلصة مهمة معقدة. يمكنك وضع الملعقة في الفتحة الموجودة في مقبض مقلاة الصلصة، سوف تظل هناك بأمان حتى تقرر تقليب الصلصة مجددا، لكن لا تتناسب أحجام كل الملاعق مع تلك الفتحة، قد تسقط على الأرض بسهولة، لذا من الأفضل إجراء اختبار صغير قبل غطس الملعقة في الصلصة. تخيل أنك قررت شراء المعكرونة الصينية بإضافات كثيرة وأنت في طريق العودة إلى المنزل. لقد انتقلت إلى منزل جديد مؤخرا وما زالت كل الأطباق في علبها. تعاني مع عبوة النودل هذه لأن جميع الإضافات التي طلبتها علقت في القاع.
ولا يمكنك خلط الصلصة بطريقة جيدة. لا تقلق، توجد طريقة أسهل للأكل من العبوة مباشرة. يمكن أن يصبح شكلها مسطحا مثل الطبق تماما. أمسك حواف العلبة الورقية واسحبها للخارج. الآن لديك طبق، وأفضل ما في الأمر أنك لن تضطر إلى تنظيفه بعد الانتهاء من الأكل. هل تعلم أن الطماطم فاكهة وليست من الخضروات؟ وكذلك الأفوكادو. أما البطيخ، عندما تحتاج أسماك القرش إلى شرب قهوتها الصباحية فإنها تذهب إلى المقهى أيضا، إذ وجد الباحثون عام 2002 منطقة في المحيط الهادئ سموها مقهى القرش الأبيض، حيث تجتمع فيها أسماك القرش الأبيض في فصل الشتاء. إنها تتسكع في المكان وتتبادل النكات والقصص المضحكة حول إخافتها للبشر، ثم تعود إلى السواحل لإخافتنا أكثر عندما يصبح الطقس أكثر دفئاً. يوجد بطيخ بحجم حبة عنب واسمه البويطيخ الخشن أو بطيخ الفأر. تبدو هذه الثمار في الواقع كثمار بطيخ صغيرة، ولكنها بنكهة الحمضيات. سجل صانع قهوة أسترالي رقماً قياسياً عالمياً بتحضيره لأكبر عدد من أكواب الكابتشينو في ساعة واحدة، 420 كوباً. مقهى ممتاز عندما تكون متأخراً عن العمل، لكنه للأسف لا يقدم القهوة. حسناً، وجد الباحثون العديد من الأشياء التي تدل على وجود حيوانات ما قبل التاريخ، أو تشير إلى وجود أسلافنا من البشر الذين عاشوا قبل آلاف السنين. ومن بين هذه الأشياء عظام وأسنان وأدوات حجرية وقطعة علكة يعود تاريخها إلى قرابة 10,000 عام. تمثل مليون ثانية حوالي 12 يوما، وتساوي مليار ثانية قرابة 32 عاما. لا شيء غريب هنا، فقط شيء من الرياضيات التقليدية التي تذكرنا بروعة الزمن. جميع إشارات المرور مهمة بالطبع، ولكن هناك واحدة تتسيدها جميعا، إشارة الصخور المتساقطة. إن رأيت هذه الإشارة أمامك فاحرص على القيادة ببطء والنظر حولك جيدا. تعني هذه الإشارة احتمال حدوث انهيارات صخرية في المكان، وتتوقف حياتك حرفيا على مدى انتباهك. حتى إن هناك قرية في سويسرا تحيط بها المرتفعات، فيها إشارة مرور ضوئية تتعقب حركة الصخور وتوضح ما إذا كانت مواصلة السير آمنة أم لا. قد تتخيل عند سماع أحدهم يذكر أكبر صحراء في العالم الصحراء الكبرى الشاسعة والمليئة بالكثبان الرملية الملتهبة تحت أشعة الشمس الحارقة. حسناً، خيالك لم يكن موافقاً تماماً، فأكبر صحراء في العالم هي صحراء القطب الجنوبي، وتمتد على مساحة تناهز حوالي 14 مليون كيلومتر مربع. قد تجد هذا غريباً للهلة الأولى، لكن ينص تعريف الصحراء على أنها أي مكان تقل فيه التساقطات المطرية عن 250 مليمتراً سنوياً، لكنه لا يذكر ضرورة أن يكون جوه حاراً. انطلقت أول رحلة ركاب تجارية بالطائرة في بداية القرن العشرين، واستغرقت الرحلة 23 دقيقة بتكلفة 400 دولار، أي ما يعادل 8500 دولار في يومنا هذا. وقد حلقت الطائرة بين مدينتين في ولاية فلوريدا في فاتح يناير من عام 1914. يوجد في التبت تفاح أسود ماسي، ليس بالأخضر ولا بالأحمر، لكنه بلون أرجواني داكن. يتعرض المكان الذي ينمو به هذا التفاح إلى نسبة عالية من الأشعة فوق البنفسجية خلال النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة فيه بشكل كبير أثناء الليل، مما يجعل قشرة التفاح تصبح أكثر قتامة. يمكنك تذوق الثوم بقدميك، أفرك فص ثوم على قدميك، لكن انزع الجوارب أولاً وانتظر قليلاً. يمكن امتصاص المادة الكيميائية المسؤولة عن رائحة الثوم الفريدة من خلال الجلد حتى وإن لم تضع فص الثوم في فمك. يحتوي القمر على براكين، ويعتقد العلماء أنها ربما كانت نشطة قبل حوالي 100 مليون سنة عندما كانت الديناصورات لا تزال تحكم كوكبنا. لابد أنه كان منظراً رائعاً. تتميز الصراصير بقوة تحمل عالية وقدرتها على التأقلم مع الظروف القاسية، وكانت تسرح وتمرح منذ أن حكمت الديناصورات الأرض. لكن ملكة النمل الأبيض تتفوق على كل ما سبق بعمر يصل إلى 50 عاماً، وهي أطول مدة يمكن أن تعيشها الحشرات، إذ يتراوح أمد عيش النمل الأبيض العادي ما بين سنة إلى سنتين فقط. تشير التقديرات إلى أن ما مجموعه 108 مليارات من البشر عاشوا على الأرض منذ نشأتها. يمكن وضع كل سكان الأرض في لوس أنجلوس. يبلغ عدد سكان العالم 7.5 مليار نسمة. وقد يبدو هذا غير منطقي، لكن لو وقف الناس جنبا إلى جنب سيكون بإمكانهم الوقوف في مساحة 1300 كيلومتر مربع. الطراطرة حيوان زاحف على رأسه عين ثالثة،
تحتوي هذه العين على شبكية وألياف عصبية وعدسة، لكنه لا يستخدمها للرؤية، فهي سرعان ما تتغطى بالحراشف خلال مرحلة النمو، ولا يزال تقرر تنزيل لعبة جديدة. يقول كمبيوترك المحمول إن تنزيلها سيستغرق 5 دقائق. تهرع إلى المطبخ لتحضير شطيرة بسرعة، وعندما تهرع عائدا إلى غرفتك ترى أن وقت التنزيل زاد إلى 40 دقيقة. تأخذ كلبك في نزهة ثم تعود إلى المنزل لترى كمبيوترك المحمول يقول أن عليك الانتظار لساعة أخرى. تنظف منزلك وتتسلق جبلا وتحصل على شهادة جامعية في صناعة الصواريخ وتطير إلى المريخ، وعندما تعود ترى أنه بقي 5% من التنزيل. عند تكليف كمبيوترك بمهمة فإنه يخطط لما يجب عليه فعله ويحسب المدة التي سيستغرقها في تنفيذها. الأمر بسيط، ويتحرك شريط التقدم بسلاسة عند تكليفه بمهمة واحدة فقط. على سبيل المثال، عندما تشاهد مقطع فيديو كل ما عليك فعله هو تشغيل الفيديو، وسينتهي الوقت كما يظهر شريط التقدم بالضبط، إلا في حال أوقفت تشغيل الفيديو أو انقطعت الكهرباء. لكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور على النحو المخطط له. تتفاوت مدة تنزيل الملفات من الإنترنت تبعا لقوة جهازك وسرعة اتصاله بالإنترنت. فك ضغط الملفات التي تم تنزيلها حديثا يتم بشكل أسرع أو أبطأ بالاعتماد على قوة معالج كمبيوترك، وتعتمد سرعة حفظ الملفات وقراءتها وحذفها على سرعة قرص كمبيوترك وازدحامه. إن كان يجب على التنزيل إجراء تغييرات في إعدادات النظام، فقد يسرع نظام التشغيل العملية أو يؤخرها. لهذه الأسباب لا يستطيع أي أحد حتى المبرمجين المحترفين التنبؤ بسرعة الدقيقة للتنزيل. وعندما تكلف كمبيوترك بمهمة روتينية مثل نقل 1000 ملف من سطح المكتب إلى محرك فلاش، فإن العملية لا تتم ببساطة أيضا. تخيل أنك تقف في طابور لحضور العرض الأول لفيلم جديد، أنت جزء من شريط تقدم حي. يمكنك تخمين المدة التي ستستغرقها للدخول إن عددت الأشخاص أمامك، ويمكنك رؤية تحرك الطابور فعليا نحو هدفك، لكن أول شخص في الطابور لا يستطيع العثور على تذكرته الإلكترونية على هاتفه، وتزيد المدة 5 دقائق. بدأ المطر ينهمر وقرر البعض المغادرة، فتقدم وقت دخولك ب3 دقائق. يصل بطل الفيلم لحضور العرض الأول، ويضطر جميع الحضور إلى الانتظار 20 دقيقة أخرى. لا يمكنك ضرب المدة التي يستغرقها نقل كل ملف بعددها للأسباب نفسها. قد يستغرق نسخ ملفات صغيرة كثيرة وقتا أطول من نسخ بضع ملفات كبيرة. التبديل من ملف إلى ملف يستغرق وقتا، وإن فتحت نافذة أخرى أثناء الانتظار فسوف يبطئ ذلك عملية التنزيل أو النقل. كما قد يسخن كمبيوترك ويقرر التباطؤ في عمله لتجنب حدوث ضرر. إلى جانب ذلك قد يجري عملية صيانة في الخلفية. هاتفك أيضا قد يتباطأ كثيرا إن بدأت تشغيل مقطع فيديو أثناء تنزيل تطبيق. شريط التقدم الوحيد الذي قد يكون دقيقا بنسبة 100% هو شريط التقدم في بعض مواقع الويب. يجبرك الموقع على الانتظار ل15 ثانية من خلال التظاهر بأنه يقوم بتحميل شيء بينما تشاهد الإعلانات. لن تخبرك أشرطة التقدم متى ستنتهي العملية بالضبط، ولن تتحرك بسلاسة. يجب عليك تقبل هذه الحقيقة، تتمثل مهمتها الرئيسية في إعلامك بأن العملية جارية. يا سلام. تصميم كويرتي في لوحة المفاتيح هو بمثابة تذكير بالآلات الكاتبة اليدوية القديمة. ظهر هذا التصميم لمنع تشابك المفاتيح ولتسريع العملية. تفريق المفاتيح المستخدمة كثيرا وإبعادها عن بعض يجبر الكاتب على التبديل بين اليدين بشكل أكبر. وعندك تماشيا مع اكتساح السيلفي وسائل التواصل الاجتماعي، اضطرت شركات تصنيع الهواتف إلى التكيف مع طريقة إمساك المستخدمين هواتفهم واستخدامهم للكاميرا. وعلى ما يبدو يميل معظمنا الرأس إلى اليمين قليلا عند التقاط صور السيلفي، وبسبب موقع الكاميرا في الزاوية اليسرى يسهل التأكد من تماشي الكاميرا مع هذه الإمالة المعتادة لملتقط الصور. حدثني عن الاهتمام بالتفاصيل. المهم، يمنح هذا ملتقط الصورة مظهرا طبيعيا مما يحسن من جودة اللقطة ويشعره بالبهجة. الكاميرات الخلفية في معظم الهواتف موجودة على الجانب الأيسر أيضا،
نتأسف لكل شخص أعسر، فهذا التصميم لا يلائمكم ومصمم للأغلبية. يحظى جبل إيفرست بكل اهتمام العالم، لكن ماونا كيا في هاواي أطول جبل في العالم في الحقيقة، يزيد ارتفاعه عن 10 كيلومتر من القاعدة إلى القمة، لكن سبب عدم حصوله على اللقب هو وجود أغلبه تحت الماء. أستراليا أعرض من القمر، يتجاوز قطر القمر 3400 كيلومتر، في حين يبلغ قطر أستراليا من الساحل إلى الساحل حوالي 4000 كيلومتر. تتفوق أستراليا من ناحية العرض، لكن القمر يتفوق في مساحة اليابسة التي تزيد عن 38 مليون كيلومتر مربع. يا للهول، هذه مساحة شاسعة وتبدو كالجبنة. أناتيدايفوبيا هو الخوف من أنه في أي لحظة في مكان ما في العالم هناك بطة أو إوزة تراقبك. لا يخشى المصاب بالضرورة من اقتراب البطة أو الإوزة منه أو حتى لمسه، بل يرهب من الإحساس بأنه تحت المراقبة. تم وصف هذا الرهاب لأول مرة في قصة مصورة فكاهية لإظهار أن الناس قد يخافون من أي شيء، أي شيء قد يصبح فوبيا. البطة التي تراقب كل تحركاتي سترعبني أنا الآخر، لا تنظري إلي أرجوك. الغربان بارعة في تمييز وجوه الناس، وتبين أنها تتذكر الناس لفترة طويلة. قد يكون هذا في صالحك أو ضدك بحسب طريقة تعاملك معها. أنت لا تريد مصادفة غراب حاقد عليك. ليس من السهل التمييز بين الغربان، لذلك من الأفضل الاحتياط وتجنب إزعاج أي غراب تصادفه. في مدينة يورو بأمريكا الوسطى يقام سنويا حدث يعرف باسم مطر الأسماك، لكن هذا لا يعني أن سكان المدينة لهم خيار في الموضوع. في كل سنة في شهر مايو أو يونيو تهب عاصفة ممطرة غزيرة على المدينة، تتساقط منها أسماك كثيرة على الشوارع، ويعتقد أن السبب في ذلك أعمدة الماء أو الأعاصير المائية التي تقذف الأسماك المسكينة خارج موطنها المائي. من يريد توصيل مأكولات بحرية بالمجان؟ أنا. يستغرق جزء الضوء الأساسي الفوتون آلاف وربما ملايين السنين للانتقال من نواة الشمس إلى سطحها، لكنه يستغرق في المتوسط 8 دقائق وعشرين ثانية فقط للوصول إلى عينك على سطح الأرض. هذا يعني أن ضوء الشمس الذي نراه قديم جدا، أقدم من جنس البشر. هناك اسم مخصص لحبة الإسباكيتي الواحدة على الشوكة، تسمى إسباكيتو. في اللغة الإيطالية حرف آي في نهاية الكلمة يعني أنها بصيغة الجمع، والأو لصيغة المفرد، وتنطبق هذه القاعدة على كل أنواع المعكرونة، مثل نوكو بدل نوكي، فيتوتشينو بدل فيتوتشيني، ورافيولو بدل رافيولي. لا تقلق إن أكلت بالخطأ ملصق فاكهة على تفاحة أو خوخة أو كمثرى، إنها صالحة للأكل لكن لا يحبذ أكلها، ستغادر جسمك مثل أي طعام آخر. الغراء المستخدم فيها حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء، لكن لا يزال من المستحسن غسل الفاكهة وإزالة الملصق قبل أكلها. تطلق الدلافين الأسماء على بعضها البعض، ولا تكتفي بذلك بل تنادي أصدقائها على وجه التحديد. تدفعك هذه المعلومة للتساؤل عن الاسم الذي تطلقه الدلافين علينا عندما ترانا في الماء. انظر يا فرانك، عاد البشر المتطفلون إلى المياه ثانية. هاي هاي. كيكة الشوكولاتة الألمانية من ألذ أنواع الكيك في العالم، على فكرة إنها كيكتي المفضلة، لكن اسمها لا علاقة له بألمانيا على الإطلاق، بل سميت على اسم خباز أمريكي يدعى سامويل جيرمان، والذي ابتكر هذه الحلوى اللذيذة في عام 1852. يزداد ارتفاع برج إيفل بقدر 15 سنتيمتر خلال فصل الصيف بسبب التمدد الحراري. عندما يسخن الحديد في الأيام الشديدة الحرارة تتمدد جزيئات الحديد وتشغل مساحة أكبر. يدور كوكبان في نظامنا الشمسي في الاتجاه المعاكس للكواكب الأخرى، يقوم كوكبا الزهرة وأورانوس بالدوران للخلف، كما يتميز كوكب الزهرة بأطول يوم بين كواكب نظامنا الشمسي، ويكمل دورانه كل 243 يوما أرضيا. لا يمكنك شم أي رائحة أثناء نومك، حتى الروائح الكريهة والقوية للغاية. تقل حاسة التذوق والشم بنسبة 50 إلى 20% أثناء الرحلات الجوية، لهذا السبب دائما ما يكون يتوصل البشر إلى أفكار في غاية الجنون، أليس كذلك؟ أعني حلوى العيدان؟ كيف خطرت هذه الفكرة على بال صاحبها من الأساس؟
ولماذا؟ وماذا عن تسمية المصاصة؟ لنلقي نظرة على بعض الحقائق التاريخية عن هذه الحلوى الشهيرة. حسناً، لم يكن اسمها مصاصة في البداية، سنتحدث عن الاسم لاحقاً، لكن من المحتمل جداً أن أول حلوى شبيهة بالمصاصة ابتكرها البشر الذين كانوا يتجولون الأرض منذ آلاف السنين عندما كانوا يعيشون في الكهوف. نعلم أنهم كانوا يتلذذون بالعسل مستخدمين عصياً لجمعه من خلايا النحل، وتذكروا أنه في ذلك الوقت كانت مصادر الغذاء قليلة، لذا وبسبب عدم رغبة الناس في إهدار الطعام كانوا يلعقون العصي حتى آخر قطرة عسل. المصريون القدامى أيضاً كانت لديهم مصاصات خاصة بهم، كانوا يأخذون الفواكه المختلفة والمكسرات ويغمسونها في العسل، كان ذلك يجعل مذاق الطعام أفضل بالتأكيد، لكنه كان يساعد أيضاً في حفظ الطعام لوقت أطول بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر. يساعد العسل على طرد المياه من أي خلايا ضارة قد تؤدي إلى تلف الطعام بسرعة، ولتجنب تلك الأصابع العسلية الملتصقة كانوا يستخدمونهم أيضاً عيداناً لتناول تلك الحلوى. والآن لنتقدم بعجلة الزمن إلى القرن السابع عشر عندما أصبح السكر متاحاً بشكل كبير للعامة. نعرف الآن أن الإنجليز أحبوا حلوى السكر المغلي، وكانوا يضعونها على عيدان حتى يستمتعوا ويتلذذوا بمذاقها. من المرجح أن تلك الفترة هي التي شهدت ظهور الاسم المتعارف عليه للحلوى، إذ يعتقد خبراء اللغة أن الاسم الإنجليزي للحلوى يعني حرفياً صفعة اللسان. كيف ذلك؟ تتكون التسمية من مقطعين، الأول كان يعني اللسان في لهجة سكان شمال إنجلترا، والآخر يعني صفعة. ويمضي بنا تاريخ المصاصات إلى عام 1912 عندما اخترع رجل اسمه سامويل بورن جهازاً يدخل العيدان في الحلوى. لقي هذا الاختراع شهرة واسعة لدرجة أنه نال جائزة مفاتيح مدينة سان فرانسيسكو عام 1916. إلا أن رجلاً آخر يدعى جورج ويمتلك مصنع حلوى هو من يعود له الفضل في ابتكار نوع المصاصات الذي نعرفه ونحبه حتى يومنا هذا، وكان ذلك عام 1908. حتى إنه حول الاسم إلى علامة تجارية عام 1931، كما ادعى جورج أن اسم الحلوى الشهيرة مستوحى من حصان سباقات شهير. كما قد يتبادر إلى ذهنك الآن، ما زال هناك شيء من المنافسة والخلافات حول ذلك الاسم، لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أن المصاصات أصبحت أكثر شهرة وشعبية منذ ذلك الوقت، لدرجة أن بعض الشركات الحديثة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 3 مليون مصاصة يومياً، وهو رقم يتزايد باستمرار. يعود تاريخ أكبر مصاصة تم إنتاجها على الإطلاق إلى عام 2012، وهي من توقيع مصنع حلوى في كاليفورنيا، وكانت مصاصة عملاقة بنكهة الشوكولاتة، كانت تزن أكثر من 3175 كيلوغراماً بارتفاع 1.40 متراً. وإن أخذنا العصا في الحسبان صار الطول الإجمالي حوالي 3.35 متراً. من أشهر العلامات التجارية للمصاصات في العالم نجد تشوبا تشوبس. هل تعرف من صمم شعار هذه العلامة التجارية الشهيرة؟ لم يكن سوى سلفادور دالي بنفسه، الفنان السريالي الشهير. تواصلت معه الشركة عام 1969 من أجل تصميم الشعار، فبصم على التصميم المميز الذي نعرفه ونحبه حتى يومنا هذا، وتعمد كتابة اسم تشوبا تشوبس في شكل مموج بألوان ساطعة، وهو نفسه صاحب فكرة وضع الشعار على غلاف الحلوى وليس على الجانب. لماذا؟ حتى يمكن رؤيته دائما بشكل مثالي دون تأثير التجعيدات التي تكون على جوانب أغلفة المصاصة. دالي عبقري، أليس كذلك؟ كما ترتبط هذه العلامة التجارية أيضاً بتناول تلك الحلوى والاستمتاع بها في أماكن لا تخطر على بال، وذلك لأن تشوبا تشوبس كانت أول مصاصة يتم تناولها في الفضاء. حدث هذا عام 1995 عندما اشترى رائد فضاء مصاصات تشوبا تشوبس وحملها معه إلى المحطة الفضائية لتصبح رسمياً أول مصاصة يتم تناولها في بيئة منعدمة الجاذبية. ها، أتساءل إن كان مذاقها مختلفاً. كما ظهرت تشوبا تشوبس أيضاً في قاع المحيط، لكن الأمر ليس كما تتوقع. لا أظن أن الاستمتاع بالمصاصة سهل تحت الماء، أليس كذلك؟
في بعثة استكشافية إلى بحر واردال في المحيط القطبي الجنوبي عام 2000، عثر مجموعة من العلماء على إسفنج بحري غريب المظهر. كان رأسه مستدير الشكل بطريقة تشبه المصاصة، فحصل على الاسم المناسب لهذا الوقت.